البرامج المهيكله للقطاع الفلاحي في الاقليم واللي كتجي في اطار تنزيل ديال استراتيجيه الجيل الاخضر واللي كتهم بالخصوص التنميه ديال سلاسل الانتاج. هناك يعني سلسله ديال الزيتون، سلسله اللوز، وسلاسل اخرى كالخروب، والاهتمام كي يعني كيتركز على اولا الغرس ديال الاشجار وثانيا التثمين ديال هذه الاشجار. فكان عندنا تدشين ديال واحد الوحده ديال الزيتون جد مهمه حديثه، واللي غادي يعني تخلي هذه السلسله تهيكل والتنظيم ديال المنتجين وتسهيل التسويق والتثمين ديال المنتوج ديالهم. كذلك برامج اللي كتهم يعني الفك العزله على الضيعات الفلاحيه والساكنه، وبرامج اللي كتهم الدعم ديال التعاونيات الفلاحيه لاجل تثمين المنتوج يعني المحلي، وكذلك مواكبه الشباب لولوج يعني قطاع الفلاحه من اجل يعني الاستثمار، لان هناك برامج اللي كتهم الشباب وكتهم كذلك المراه القرويه في هذا الميدان الفلاحي بصفه عامه، واللي كتعطي له استراتيجيه الجيل الاخضر واحد الاهميه كبرى.